علاقتك بربنا كانت ليها اساس في الموضوع 100%. لانه انا كصديقه بقول يسرى علاقتها بربنا علاقه غريبه جدا غيرنا كلنا على فكره، مش مساله صلاه ولا صوم، حياتها الداخليه كلها سبيريتشوال، مربوطه ارتباط فظيع بربنا وبالدعوات وبالايمان بانها هتوصل للحاجه دي من خلال الدين ده. انا ساعات ببقى ضدها على فكره، مش دايما اقول لها يعني سيبي الحياه ابسط، لكن هي لا، انا بشوف اساسيه في حياتها وجزء من نجاحها على فكره، لانها دايما بتدعو بايمان وبيقين انها عاوزه الحاجه دي فبتحصل لها. وانا معاشرتي لحياتها كلها كان عندها صعاب فظيعه في اول حياتها، قلبتها الانسانه كويسه مش انسانه وحشه. يعني مش كل واحد ظروفه في اول العمر تبقى وحشه فممكن يبقى انسان وحش، بالعكس هي قلبتها بقت انسانه كويسه، انسانه حاسه بكل مشاعر الناس وحاسه بابسط الناس الغلابه والعيانين. انا طول النهار اقول لها وانت في المستشفيات وفي الجنازات، يعني طول النهار هي بتروح مستشفيات وجنازات بايمان وبحب، يعني عارفه انا بتكلم على انسانه طبعا، لان احنا كلنا نعرف يسرى النجمه يعني بالظبط كده. بس الحته اللي جوه دي، انا هسالك سؤال واحد تاني وخلاص. علاقتك بالمال بالفلوس، بتحب الفلوس على فكره؟ بتفرق فلوس كتير جدا، بتفرق فلوس ايه بتحب بس بتفرق. علاقتي بالفلوس ان انا مش عايزه احتاج لاي حد، وربنا ما يحوجنا ابدا كلنا لاي حد. دي علاقتي بالفلوس، ابقى مستوره، ابقى مش عايزه حاجه من حد ولا حد يعني، ولا ابقى مديونه لحد بصراحه. انما الايمان اكيد علاقتي بربنا هي اللي قوتني في كل ظروف حياتي. علاقتي ان انا عارفه انه لو اتظلمت اكيد ربنا هيرجع لي حقي، مش انا هو. وعلاقتي بيه انا مؤمنه تماما 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 ان كل واحد فينا وانت كمان يا عناديه بيبقى ليكي علاقه كده في لحظات معينه روحانيه. انا بحب ده وبصدق في ده وبامن بده، فاعتقد ان ايماني بالله هو اكبر في اي سند. في اي حاجه كان نفسك فيها وما عملتيهاش، ما قدرتيش تعمليها او ضاعت منك او ندمتي انك ما عملتيهاش؟